يلا نبدأ الحلقة. قصة أب بصراحة عجبني جدا. بصوا يعني أنا صراحة متحمس إن أعمل فيديو يلا يلا مش عايزين كلام كتير، يلا ندخل على حلقة النهاردة. السلام عليكم، حلقة جديدة من قصص ومعلومات. موضوع حلقتنا النهاردة عن سناء نبيل. مين هي سناء نبيل؟ سناء نبيل عندها 16 سنة، حاولت انها تقدم في ذا فويس كيدز في السنين اللي فاتت لكن ما نجحتش. وقالت سناء في لقاء ليها مع قناة العربية ان والدها اكتشف موهبتها لما كان عندها 9 سنين، ودي مش اول مرة تطلع فيها على التلفزيون. طلعت سنة 2017 في برنامج كل يوم مع عمرو اديب، وقالت انها كمان هتدرس موسيقى بعد ما تخلص دراستها الثانويه، وحصلت على الباز الذهبي في عرب جود تالنت السبت اللي فات الموافق يوم 9/3/2019 بفضل احمد حلمي اللي اداها اللقب ده. بصوا بقى، لقب حفيده ام كلثوم ده حقيقي ولا لا؟ واحد، هي مش حفيده ام كلثوم بطريقه مباشره، لكن ام كلثوم بتكون شقيقه. 2، اتعلمت الغنى بالتدريب على ايد الدكتور احمد عبد الله عازف العود. 3، شاركت حفيدة أم كلثوم في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان وشارك فيها 11 دولة، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير في مسابقة تحت ال 16 سنة. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبك أو عجبتك الحلقة يا ريت تنزلوا تحت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وفي أهم حاجة فعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الحلقات الجديدة والفيديوهات الجديدة اللي بنزلها أنا وأخويا، وكمان تعملوا لي فولو على الانستا أنا وأخويا هيظهر لكم دلوقتي حالا قدامكم على الشاشة، وكمان هتلاقوه تحت في الديسكريبشن اللي عايز يتواصل معايا يكلمني في أي حاجة. السلام عليكم، أشوفكم في الحلقات الجاية. سلام.